نعم، المسميات والتحالفات والمشاريع السياسية في المدن المحررة تحديدا هي كثيرة. سأختصر عليك هذا السؤال، ما الجديد الذي جاء به هذا المشروع الجديد في هذه المحافظات؟ بادئ تحياتي لك والمشاهدين. البادئ ذي بدء هو الموضوع أنه أهل الأنبار بقياداتهم السياسية والعشائرية اشتركوا من أجل إبداء الرأي في الأزمة الحاصلة على المستوى الوطني والانسداد، والدعوة إلى سحب الخطاب العدائي والجلوس إلى طاولة الحوار من أجل أن نخرج من الأزمة. يعني كون الأنبار ودورها، وملاحظة أنه أغلب القوى السياسية اللي موجودة الآن في السلطة غابت عن أن يكون لها صوت في هذا الحوار أو رأي، أو أنه يكون عامل مساعد لفك الأزمة. بالتالي ارتأت هذه القوى أن تكون هي صوت الأنبار في هذا لحل تعقيدات هذه الأزمة. من ثم هذا السعي الكبير الموجود الآن والتأكيد على عملية إصلاح شامل بمنعطفات قوية، وليس عملية تسكين أو عملية استمرار للهفوات والانحدار. بالتالي المحافظة يجب أن تأخذ دورها في أن يكون هناك إصلاح داخلي داخل الأنبار وداخل المكون، سواء في أسلوب الفساد، التفرد بالسلطة، عملية استخدام السلطة والمال والأمن لمصالح حزبية. فهذه الكتل اللي كانت سابقا ربما تتنافس انتخابيا ارتأت أن تتوحد لتفتح الحوار. الآن هي دعت إلى مشروع حوار مع كافة القوى والنخب والفعاليات الشبابية والمجتمعية والعشائرية للخروج برسم مشروع كبير يدخل في رسمه كل هذه القوى، وليس مشروع جاهز على الجميع أن يلتحق به، خصوصا وأنه نحن الآن ليس لدينا فعاليات انتخابية، إنما عملية إنضاج، عملية تشخيص هادئة، ومن خلالها البحث عن رؤى تتشارك مع القوى الوطنية والرعاة الدوليين لعملية إنقاذ العراق من هذا المأزق من خلال حل الأزمات اللي موجودة في المحافظة والمكون. سيد حكمة، أجدد الترحيب بك وأشكرك مرة أخرى على تلبية دعوة الحوار. إذن كما تفضلت، التفرد بالقرار، غياب فواعل الأنبار في حلحلة الأزمة، بالتالي أنتم قادمون لماذا بالتحديد وبخصوص التمثيل السني في بغداد من خلال هذا المشروع السياسي الوطني الجديد طبعا؟ نعم سيدتي، لو لاحظتم في هذا المؤتمر هنالك بناة حقيقيين ساهموا في استقرار وتحرير وبناء المحافظة. يعني مثلا الأستاذ قاسم نعتقد أنه هو أكبر وأهم المشاريع اللي في المحافظة، هو رسمها أستاذ قاسم في عهده وفي حكومته بالتعاون طبعا مع الكتل الأخرى المشاركة في مجلس المحافظة والتخطيط والمؤسسات. ما يجري الآن هو عملية إعادة تأهيل، يعني صبغ، إضاءة، إنارة، لمشاريع ضخمة عملاقة بنيت في عهده. يعني كل مع احتراماتنا لما يجري بالمناسبة ومباركتنا له وتشجيعنا له، لكن كل ما يجري من إصلاحات لا تعادل جسر بني في عهد الأستاذ قاسم، لا تعادل طريق حولي من الطرق اللي أسهمت في إعمار الأنبار وفتحها مساحتها وتوسيعها إلى أفق استثمارية وإدارية أكبر. هذا من باب يشترك الأستاذ صهيب الراوي اللي اشترك مع السيد حيدر العبادي في رفع علم العراق على مبنى المحافظة بعد تحريرها من داعش. يعني هو الشخص اللي قادت القوى المقاتلة اللي أسهمت في تحرير المحافظة من براثن الإرهاب موجودة الآن في هذا المشروع. ناهيك عن أسماء مثل الشيخ عواد الجغيفي، مثل الشيخ عبد الوهاب البيلاوي، من الشيخ محمد علي سليمان، بيت فلاح الملا خضر، اللي قدموا تضحيات جسيمة بعوائلهم وعشائرهم وحتى في شخصهم، وصمدوا أمام الإرهاب. الآن هؤلاء على دورهم وتضحياتهم اللي قدموها، الآن هم يبنون منصة لآراء أخرى بالمحافظة جرى العمل على تهميشها، على كتمها. وأيضا الغياب اللي جاي نشوفه للمحافظة والمكون من الحوار الوطني والمشاركة في الرؤية في عملية الإصلاح، هذه سلبية وغير إيجابية ولا تليق بدورنا ولا تليق بدور الشخصيات والفعاليات اللي
تحملها محافظة عريقة مثل الأنبار. بالتالي آثرنا أنه نحن نكون الصوت، نحن نكون بادئين بالحوار، نحن نكون مساهمين في رؤية المحافظة لما يمكن أن يرسم عملية سياسية، إصلاحات جذرية جديدة في العراق من أجل أن نخرج به من دوامة الأزمات إلى مستقبل واعد. طيب سيد حكمة، يعني أشرت أن هذا المشروع هو عامل مساعد لفك الأزمة والسعي لعملية إصلاح شامل داخل وخارج الأنبار. قلتم أيضا، وهذا ما استوقفني، أن المشروع لن يتفرد بالقرار ولن يغيب الآخر ولن يكمم الأفواه، والسؤال لك الحق بالإجابة عليه من عدمه، هل هذه الممارسات موجودة حاليا؟ أستاذ العزيز، كما ذكر في تقريركم، في هذه الآن الإعداد للحوار، هذه الهيئة، هذه القيادات اللي دعت للحوار محافظين سابقين في الأنبار، قيادات في مجالس المحافظة السابقة، ورؤساء مؤسسات رسمية ووزارات. أنا أسأل المواطن الأنباري وضميره، والحقيقة هي مسؤولة من عنده، هل كانت في زمن هؤلاء المحافظين وهذه المؤسسات تفرد أو محاولة أخذ المؤسسات والمحافظة باتجاه واحد ويتم غلق الأبواب ومنع التعاون مع الآراء اللي يحملون آراء مختلفة أو مخالفة مغايرة؟ هل لم يكن يشارك جميع الفعاليات السياسية والزعماء السياسيين في قرار المحافظة، في الخدمات، في الوظائف الرسمية؟ الآن إذا الآن هاي الممارسة مستمرة، أنا أترك هذا المشروع. إذا الآن المحافظة وأدوات المحافظة ومؤسساتها مفتوحة مو للمخالفين، وإنما فقط مختلفين، يعني عندهم آراء مغايرة، أما المخالفين فأبناء المحافظة يعرفون ماذا يجري عليهم الآن. هل هاي الممارسات الإقصائية وممارسات ملفات القضاء والأمن كانت تمارس سابقا، وهل هي صحية، وهل يليق بالمحافظة أن تساق سوقا إلى وجهة نظر واحدة وترغم على فكر واحد؟ إذا كان هذا ما ينظر للمواطن وهذا ما يعتقد يليق بالمحافظة ومستقبل واعد، إحنا نترك الموضوع. أما إذا يعتقد أن التنوع وحرية الرأي وأن شخوص الأنبار وقياداتها يجب أن تكون قادرة على الحوار وعلى إبداء وجهات نظر وإثراء العملية، ومن ثم تكون باب المؤسسات والمحافظة والقيادة مفتوحة للجميع، فنحن موجودين من أجل هذه الممارسة. نعم سيد حكمة، يعني السؤال الذي يطرح نفسه، ما هي أدواتكم اليوم لهذا المشروع السياسي لتطبيق أهدافه على أرض الواقع خدمة لأبناء المدن كما جاء في بيانكم؟ أدواتنا المواطن نفسه، أدواتنا، لأن الآن إحنا ما إجينا، ما أسسنا بكوادرنا أو بأحزابنا السابقة مشروع وجينا للمواطن قلنا له التحق بكل هاي الأسماء المهمة ذات التاريخ ذات الإمكانية اللي سبق أن أسست كتل وكونت حكومات ووزارات، الآن مجتمعة جميعا ومع ذلك لم تشكل جبهة أو تحالف جاهز، وإنما دعت للحوار، والحوار مع المختلف قبل المتفق، والسماع من غير المقتنع قبل المقتنع. بالتالي نحن الآن فتحنا أبواب الجلسات، لقاءات الجماهيرية، وسائل التواصل والإعلام، من أجل أن نسمع من الكل رؤية شاملة، لأن كما أسلفت الآن الوطن العراق بغداد ومن ثم نحن معه ينتظر إصلاحات شاملة، منعطفات وليس ترقيع وليس تسكين. أدواتنا رأي المواطن، تشخيص المواطن، ومن ثم عندما يقتنع بأنه أصبح جزء من المشروع، الفعاليات الرمزيات اللي يخولها وتشير إلى ذلك، من المقارعين للإرهاب، من اللي عندهم كفاءة في إدارة السلطة سابقا وشباب الآن واعدة في تطلعاتها وأمالها، هي هاي أدواتها. أضف إلى ذلك قدرة الزعامات اللي خلقت هذا الحوار في خلق أدوات داعمة وتفاهمات دولية وعلاقات شراكة على مستوى الوطن، ستكون رافدة
لهذه الأفكار من أن تكون عمليا وواقعيا قابلة للتطبيق على الأرض. طيب سيد حكمة، وهذا يدفعني إلى سؤال أيضا عن آلية التفاهمات لإقناع الشركاء من جميع المكونات، ما هي آلية هذا المشروع؟ نحن نبحث عن التفاعل والتكامل وليس التصارع. لو لاحظت مثل ما ذكرت لك، هاي يعني أحزاب كانت سابقا منهجها التنافس الانتخابي، وربما مرت في مرحلة من المراحل حتى للتصارع على ضوء المنهج السابق في السعي للسلطة. بس لكن الآن هم ركنوا للحوار والتفاعل والتكامل وباحثين، ولم يغلقوا الدائرة، بس ولكن باحثين أيضا على مكملات محلية ومن المكون ووطنية. فالآن نحن دخلنا في حوارات، أولا الآن لشرح وجهة نظرنا، للتعبير عن مبادئ مشروعنا، سعينا في المستقبل، من ثم ننتظر من الآخرين أن يتفاعلوا مع هذا المشروع، ينتقدوه، يعني ينظروا وجهة نظرهم لكيف يتكاملون مع هذا المشروع، وكلنا قلوب مفتوحة وعقول مركزة ومساعي لأجل أن نرفد أكبر عدد من الأفكار والأدوات في هذا المشروع ليتكامل برؤية تخرج العراق من المآزق إلى المنجزات. نعم، هنا الحديث أيضا سيد حكمة عن موضوع الحل والشعار الذي خرج مؤخرا، لا حل إلا بالحل. هل هذه الرؤية تتشاركونها مع القوى السياسية الأخرى والشعبية أيضا؟ تجد أن الحل الوحيد هو إجراء الانتخابات وحل البرلمان؟ سيدتي، بالتأكيد لا أحد لديه الأمل أن ينهي أو يلغي عملية انتخابية خرج بها المواطن، أبدى صوته، أو خسرنا فيها أموال كبيرة، إلا أن المستقبل والسلم الأهلي أهم من كل شيء. للأسف الشديد نحن الآن في قرابة، يعني نقارب الشهر العاشر على إجراء الانتخابات. لا بوادر للحل، بل يوما بعد يوم تزداد الأزمة فداحة، ونقترب من الاحتكاك، ولا سامح الله أرجو أن نبقى بعيدين، وأن تبقى المسؤولية بعيدين عن العنف. فبالتالي غياب هذه البوادر يجعلنا أن نفكر بأنه المخرج يستوجب التضحية، والتضحية تستدعي أنه، وهذا ما جرى في بلدان عديدة، بلدان ديمقراطية يعني شكلت أكثر من عملية انتخابية لتشكيل حكومة. ولا بأس إذن أن نركن لحل البرلمان على الرغم من تكلفته، على الرغم من مصاعبه، على أن لا نذهب إلى، لا سامح الله، إلى تداعيات أو عتبة قد إذا ما اجتزناها يصعب جدا العودة إلى ما ورائها. فنعم، نؤكد على أن صوت المواطن مقدس، خياراته مقدسة، ونؤكد أن ربما هنالك كلف، وربما هنالك إجراءات تحضيرية، لكن مع ذلك هو أفضل بكثير من لا سامح الله أن نذهب إلى نفق مظلم تكون نهايته بعيدة جدا. نعم، أشكرك جزيل الشكر الأمين العام لحزب الانتماء الوطني الأستاذ حكمة سليمان.